اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه، وبالضبط بالساحه الشهيره بمدينه الرشيديه، يعني قمه الغرابه في هذه الساحه. حاليا في تواجد كاميرا شوف تي في بقلب الساحه ديال الرشيديه. يعني الحاجه اللي هي غريبه ان الضوء الاناره العموميه كتطفى وتشعل، يعني في قلب ساحة الرشيدية والساحة الشهيرة بالمدينة تلقى الإنارة العمومية ديال الساحة، بأن الساكنة يعني المتنفس الوحيد ديالها اللي كتخرج الوليدات نتاعها باش يستمتعوا يعني ببرودة الجو، يعني يستمتعوا بالألعاب ديال الأطفال الدراري الصغار. كاع الساكنه كتخرج لهذه الساحه لانها المتنفس الحالي اللي كاين بمدينه الرشيديه. لكن الغريب في الامر انه يعني الاناره المتواجده في الساحه كتطفى وكتشعل، يعني في مجرد مشاهدي قناه شوف تي في بمجرد انني قبل من يعني نطلق اللايف الضوء كان طافي، لكن بمجرد واحد شويه يعني عاود شعل، وحتى دابا يعني حاليا يعني الاناره غاديه وكتنقص. ربما يكون شي مشكل يعني في الاعمده الكهربائيه للساحه. يعني كيف يعقل متابعي قناة شوف تي في ساحة الحسن الثاني بمدينة الرشيدية، اللي كنعرفوا مدينة الرشيدية أصبحت الآن ولاية، أنها لا تتمتع بإنارة ولو بهاد الساحة بهاد المتنفس الوحيد لساكنة الرشيدية أنه تكون فيها إنارة ليد حتى تستطيع يعني حتى تستطيع ساكنة الرشيدية يعني تخرج الوليدات نتاعها ما تخافش عليهم وتخليهم يعني يلعبوا ويستمتعوا بهذه الساحة. لأننا كنشوفوا حاليا في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية وبقلب ساحة الحسن الثاني أن معظم ساكنة الرشيدية أطفال وشباب أنهم كيخرجوا يستمتعوا يعني بالوقت نتاعهم قبل السحور. وكيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في يعني في هذا البث ولو ان الاضاءه غاديه دابا غاديه وكتزيد، في بعض الاحيان يعني الاناره كتكون يعني مشعوله مضيئه 100% وبعد الخطرات كتنقص وبعد الخطرات كتطفى. اهلا وسهلا لكل متابعي قناه شوف تي في، من بينهم المعلق يو زاريتا كوردور يو زاريتا، زياد ابوبي اللي كيقول بانها الجهه الفقيره جهه درعة فيلات الغنيه، لا نعلم من افقرها، محا اطلس نبادلك السلام والتحية. وكيف ما كتلاحظوا متابعي قناة شوف تي في يعني معظم ساكنة الرشيدية أنها كتبغي تخرج لهذه الساحة، كنشوفوا شباب أنهم كيلعبوا الكرة في هذه الساحة، يعني كنشوفوا ساكنة كتخرج الوليدات نتاعها باش أنهم يلعبوا بالألعاب ديال الأطفال ديال الدراري الصغار، يعني سيارات كهربائية ويعني ديسكوتور كهربائيين. يعني ومن
ومن العيب والعار أنه تكون ساحة بولاية الرشيدية لا تتمتع بإنارة تليق بالمدينة وبجمالية المدينة. ومساء الخير لكل من ملاك المدني، وسلام لصدام سكاس زياد أبوبي، جهة الله يعمرها دار، يعني معروفة بكلمة الله يعمرها دار. وكيف ما قلنا متابعي قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية بقلب ساحة الحسن الثاني، أن الغريب في الأمر أن إنارة هذه الساحة يعني كتطفى وتشعل، لا نعلم فين كاين خلل، واش في الأعمدة ديال الإنارة أو أنه كاين شي مشكل، ربما يكون شي سيركوي ولا شي حاجة اللي كيخلي الإنارة أنها تزيد وتعاود تنقص وتعاود تطفى. هذا هو حال جهة الله يعمرها دار، جهة درعة تفيلات، وبخصوص الرشيدية، مدينة الرشيدية. دائما نجدد الترحاب بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من قلب ساحة الحسن الثاني بمدينة الرشيدية. وكيف ما قلنا من قبل أن الغريب في الأمر أن ساحة الرشيدية تتمتع بإنارة كتطفى وكتشعل يعني بوحدها. هل المشكل في أعمدة؟ هل المشكل في تغيير إنارة هذه الساحة؟ وكيف ما قلنا بأنها الساحة يعني متنفس وحيد لساكنة الرشيدية واللي جات وسط المدينة. فمن المؤسف أن نرى ساحة بهذه الإنارة العمومية اللي بالنسبة لي لا تليق بساكنة الرشيدية ولا تليق بمدينة الرشيدية. وردا لأمين طويل، السلام عليكم خويا، أنا بغيت نعرف نمرة ديال شوف تي في. أما بخصوص رقم إدارة شوف تي في فهي متواجدة في الصفحة الرسمية لشوف تي في. مرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية في قلب ساحة الحسن الثاني. كنت معنا متابعي قناة شوف تي في مباشرا في هذا البث، وإن شاء الله متابعي قناة شوف تي في إلى بث آخر وموضوع آخر.